ببلوك نوت معي السيدة رانيا الرافعي اللي عم ترقص حاليا بالعرض الراقص فاطمة بمسرح المدينة. صباح الخير. صباح النور. هلا أنا قلت الراقصة الفنانة وإنما أنت مانك راقصة أبدا. لا أبدا. عادة هلا بدي أرقص يعني بعد يومين ما عندي مشكل يلا بعد يومين ببلش العرض الراقص لفاطمة بمسرح المدينة. نعم. التصميم الرئيس هو ببلش ب 30 الشهر 30 31 1 2 بمسرح المدينه. اي ساعه؟ 8:30 والبطاقات عم تنباع بكل فروع انطوان وعلى بالمسرح على الباب فينا كمان. نعم. شو قصة هالعرض الراقص اللي فيه راقصتين فقط وراقصتين غير محترفتين؟ أول شيء العرض اسمه فاطمة، هلا شوي أحكي بعدين عن مين هي فاطمة وليه فاطمة. بدي أحكي قبل عن مصمم يعني الكوريغراف تبع هذا العرض والمخرج تبعه اسمه علي شحرور. هو مصمم والمخرج بنفس الوقت؟ نعم. هو كوريغراف يعني هو بالرأس بيكون الكوريغراف هو المخرج. علي شحرور عمل عرضين قبل، هو راقص محترف وعمل عرضين قبل، عرض اسمه دنس وعرض اسمه أون ذا ليب سنو. اللي هو رقص فيهم واللي هو اشتغل فيهم مع راقصات او راقصين محترفين. نعم. بهيدا العرض كان عباله يخوض تجربه جديده ويشتغل على مفردات الجسد الطبيعيه للرقص، فقرر يشتغل معي ومع اماما. انا بصراحه بالصدفه كنت عم اخذ معه دروس رقص بالحمرة مع أماما حميدو اللي موجودة هون معنا وترجيناها لحتى تطلع معنا إنما ما رديت. تفضلي. لكن كنت عم تاخدي معه كرة رقص؟ كنت عم اخذ معه دروس رقص واجا وعرض علي الفكرة إنه خلينا إنه إذا بترقصي معي بالعرض الجديد. فهيدا اللي صار يعني بلشنا هيدي التجربة من 6 شهور مع بعض أنا وعلي وأماما وبلشنا سوا يعني إذا بديك نعمر هذا العرض الرقص اللي حنعرض بعد يومين. نعم. له قصة هالموضوع يعني طبعا قلتي لي اسم فاطمة بدنا نتعرف شوي هيك أكثر على الموضوع الرقص. هو انطلقت الفكرة مع علي إنه كان جاي على باله يشتغل على موسيقى أم كلثوم، وأم كلثوم هي بالحقيقة اسمها فاطمة. ونحن يعني لما بلشنا نتمرن على اغاني ام كلثوم انطلقنا من هذا الشيء. بعدين العرض صار يروح على فاطمات اخريات مثل فاطمه بنته للنبي محمد واللي هي كمان مرته لسيدنا علي واللي ام الحسن والحسين. فهن عده فاطمات بالتاريخ. بلشنا بالاول من ام كلثوم لبعدين صرنا نخبر قصصهم لالون. وهي فاطمه فيها تكون كمان فاطمه اي فاطمه لبنانيه عاديه عم تحكي قصه حزنها او قصه وجعها. يعني قلتي لي في تعبير جسدي مختلف عن يعني شوي جديد شوي معبر اكثر من العاده. يعني يا ريت تفسري لنا كيف تقنيه الرقص او نوع الرقص اللي عم بيكون على المسرح. هلا هو هذا العرض بالتحديد كان بيرتكز وعلي يعني هيدي كانت فكرته وهذا اذا بدك المحاوله اللي جاي عباله يخوض فيها. بيرتكز انه نحن كاشخاص شو المخزون اللي عندنا، المخزون الحركي اللي عندنا، الحركة الطبيعي، ويشتغل عليه ويحطه ويمسرحه ويحطه على المسرح. فهو ما كان بأي شكل من الأشكال مصمم عرض ونحن عم ننفذه. كنا مع بعض عم نلاقي نوع من ارتجال شوي. هو بالأول يعني نحن كنا عم نشتغل على ارتجالات وهو عم ينظفهم ويثبتهم بس منطلق منهم. إذا بدك في المصممة العالمية بينا باوش بتقول شيء اللي هو علي كمان بأكده إنه ما مهم كيف الإنسان عم يرقص، ما مهم كيف عم يتحرك، مهم شو عم يحركه ليرقص. فهو كتير بفتش عند الراقصين اللي بيشتغل معهم وبهذا العرض بالتحديد عن شو بيحركهم. نعم. يعني من جوا لبرا. نعم. وبرأيك ليه اختار راقصتين غير محترفتين؟ يعني كان فينا يمكن أي راقصة محترفة ويكون أسهل طبعا العمل هو وياهن. بتصور انه كان بالتحديد هذا الشيء اللي شوي كنت عم جرب اقوله قبل انه عم ينبش عن جسد خام بمعنى ما تعلم تقنيات الرقص وخلص يعني صار اكيد الراقصين المحترفين
بس بغير موضوع يعني، بس بهذا العرض هو كان عم فتش عن جسد منه معود على حركات رأس معينة، ما عنده تقنيات، عم يحاول يكتشف تقنياته وعم يحاول يرقص بمفرداته الخاصة. مفردات، حلو كتير التعبير اللي عم تستعمليها عن الجسد، يعني وكأنه عم يكتب مسرحية مش أنه عم يعرض رقص بهالمسرحية. هل كيف تظهر المشاعر وأي مشاعر عم تظهر من خلال رقصكم؟ هلا بصراحة يعني هل في عنف، هل في حزن، هل في فرح، في كل هدول مع بعض، بس هو اللي يعني ما بدي بين في شيء مدعي، بس اللي كان عم يجرب نحاوله مع علي انه بهذا العرض تكون المفردات خاصة بالبيئة والمجتمع اللي نحن عايشين فيه. أكترية الرقص اللي نحن بنعرفه رقص جاي من برا، ورقص هو شكله هيك لأنه خاضع كان يعني جاي من هيدي البيئة وجاي من احتياجات خاصة بالمجتمع اللي طالع منه. فنحن اللي كنا عم نجرب نلاقيه، عم نجرب كنا نلاقي حركة الجسم اللي هي طالعة من بيئتنا واللي هي طالعة من هيدا الجسد. فالمشاعر كمان مثلها، مشاعر هي لها علاقة فينا، لها علاقة حتى بحياتنا أنا وأماما بالماضي تبعنا، بشو منعيش. نعم، بشخصيات اللي عم تلبسوها يعني مع من خلال المسرحية من البداية لنهاية المسرحية، صحيح؟ هل عم تتغير شخصياتكم؟ يعني نحن مش بشكل مباشر كنا عم نجرب نجسد هدول الشخصيات. نعم. بالعكس، نحن أول هدف كان إنه كل شيء عم نرقصه يكون طالع منا، وهيدا اللي طالع منا هو بيشبه كل هدول الشخصيات لأنه كلنا جايين من هيدي البيئة. هل الملابس إلها دور؟ الملابس إلها دور كتير كبير، لأنه الملابس بتتحول على المسرح. وعملتهم الملابس ريا مرقص، مصممة الملابس ريا مرقص بيرد أون واير. فكمان الملابس كتير، يعني اللي بده يحضر العرض هلا ما كتير بدي احكي عن هذا الشيء، بس بتتحول كل الوقت، تاخذ اشكال حسب شو، حسب شو، حسب المشاهد، حسب شو عم نقدم بكل مشهد. يعني كتير متحركه مع حركه الجسم الملابس، كانه جزء من الجسم. طبعا وبدها تساعدكم طبعا بالحركه يعني اجباري. اكيد يعني هي ريا بقيت معنا خلال التمرين، وكنا يعني في اشياء تقنيه انه بنشوف إذا الملابس مريحتنا كيف، حتى نوع القماش تقلو كل هدول. أنا ممكن الألوان بتتغير شوي، اللون أسود كل الوقت. أي. أوكي، يمكن هيدا اللون المتجرد يلي أنت بتلبسيه اللي بدك إياه، من مشاعر، من نظرات، من خيال، من كل شيء. هو الأبيض أكتر هيك. هو الأسود يعني بهذا العرض بالتحديد بيجسد الحزن، لأنه العرض طالع كمان فكرته من فكرة الحزن بهذا المجتمع. يعني نحن كيف منعبر عن حزننا إذا حدا بيموت؟ كيف بيعبروا النساء بالدفن عن حزنهم بجسمهم؟ فهيدا الحزن إذا بديك، العزة، الحزن، اللطم، كل هدول الأشياء يعني فيها كمان منحة ديني إذا فينا نقول. أكيد أكيد. كيف مطلعينه هيدا المنحة الديني بالرقص؟ يعني هيدي شغلة بتتعارض شوي مع بعضها. بالعكس، هو إذا بتشوفي يعني أنت بالمناسبات الدينية، إذا بتطلعي مزبوط بالعزا النسوين كيف بيعبروا عن نسوين تعبير جسدي. إيه يعني كتير هن بيعبروا بجسمهم. وفي شيء بالحزن، لما بيكون الحزن كتير قوي، المرأة يمكن بترفع إيديها وبتبلش تعمل هيك، هو بيشبه الرقص. هو كل شيء بالنهاية حركة الجسم جسدية. الجسم عم يعمله هو بالنهاية رقص. نعم. ففي علاقة كتير كتير وطيدة بهذا العرض بين الدين والجسم. صح، يعني مش بس اجتماعيا، ومثل ما تفضلتي وقلتي لي انه في اشياء تاريخيه فنيه بالمسرحيه، انما حسيت من خلال كلامك انه الشق الاكبر هو الشق الديني اللي تحول يمكن لطريقه شوي فنيه راقصه بالمسرحيه. قد ايه بالعرض بالاحرى، قد ايه مده العرض؟ مدته 55 دقيقه. وهل عم بتكوني انت وماما مع بعض على المسرح؟ نعم، كل الوقت. كيف؟ ليه؟ ليه؟ اول شيء لانه قلت لك يعني نحن لما بلشنا نتمرن وبلشنا نبني هذا العرض بنيناه بطريقه كثير عضويه. نعم. فالاشياء اللي كنا عم نحسها عم نعملها وعم نثبتها،
في مطارح انا بكون عم اعمل اشياء وماما بتكون نايمه على الارض مثلا، عم اعطي مثلا عن مشهد معين، بس هيدي صارت ضمن الشغل. يعني انا هلا كثير صعب اقول لك شغل ست شهور تطور شوي وشوي انه اسبابه الكثير، ما في ايام بالعمل الفني ايام ما في اسباب مباشره، في شغل بيودي لشكل معين. فليه انا وياها كل الوقت على المسرح ما بعرف، بس تطور عملنا عمل انه نحن كل الوقت مع بعض وعم نتفاعل مع بعض. هالخلق يعني كانه سوا انت وعلي خلقتوا هالمسرحيه وطلعت شوي شوي وكبرت معكم لحتى وصلت لهالنتيجه. رانيا حضرتك مخرجه، نعم، هل حسيتي انه في علاقه بين عملك وبين هالمسرحيه هالعرض الراقص اللي قدمتيه؟ يعني هل تعارضوا مع بعض او هل كملوا بعض او ما لهم علاقه نهائيا؟ هلا في شغله انه انا بصراحه علي وماما اثنيناتهم كثير انبسطت بالشغل معهم لانه كثير بنتشارك، عندنا نفس هيك عندنا نفس الاذواق، عندنا نفس الحساسيه على الامور. فمن هيدي الناحيه كان في شيء كثير بصراحه حلو ومريح بالعمل، وصرنا حتى يعني اصحاب مع الوقت. كثير في فرق انا بالنسبه إلي بين شغل الرقص وبين الاخراج اللي بعمله. الاخراج كثير شغل ذهني واكثريه الوقت الجسم منه موجود، فاول أنا ما مره في فن كمان رامي. اكيد طبعا، بس انه شيء يعني اذا بدك شو عم حرك انا بجسمي وقتها بكون مخرجه، بكون عم حرك راسي اكثر شيء. بالرقص هو الشيء انا ما بحياتي عملت هذه التجربه، انه انت كل يوم عم تجي بدك تكوني حاضره بجسمك بايديك باجريك كيف عم تتحركي شو عم تقولي بهذا الجسم، يعني وكانه نوع من فشه خلق، اما نوع هيك من انه تظهري هالمشاعر اللي عندك اياها، اما هالحركه المكبوته يمكن جواتك انت عم تشتغلي كمخرجه. هو اذا بدك شو هي المكنه اللي عم تظهري منها الاشياء؟ يعني الواحد في ظهر بالحكي ايام وبالصريخ، بس لما بتظهري بالرقص انت عم ظهري مشاعر بغير طريقة عن شو معودة. يعني أنا عم أحكي عن حالي. رانيا قبل ما نختم بحب ترجع تذكرينا بمواعيد العرض ووين منلاقي التذاكر وأي هالساعة. مواعيد العرض بمسرح المدينة، مسرح المدينة بالحمراء حد الكبابجي. للي بيعرفوا الكبابجي، كل الناس بيعرفوا مسرح المدينه بالاحرى، يمكن اكثر اللي بيعرفوا الكبابجي. نعم تفضلي. ب 30/31/1/2 30/31 كانون الثاني، 1/2 شباط، الساعه 8:30. البطاقات عم تنباع بكل فروعة انطوان وعلى الباب، بس نعم. اكيد لازم يجوا العالم ابكر شوي. اهلا وسهلا فيك رانيا رفاعي، تحيه طبعا رافعي طبعا، تحيه للكوريوغرافر علي شحرور اللي كنا بنتمنى انه يكون موجود معنا اليوم. طبعا ان شاء الله بيكون عرضكم موفق، ان شاء الله رسالتكم بتوصل للناس مثل ما حابين توصلوها، والمشاعر توصل مثل ما حابين توصلوها. اهلا فيك مشاهدينا، نحن وقفة قصيرة ومنتابع.